Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Royaume d'Espagne, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Nous venons de procéder, il y a quelques minutes, à la signature du contrat avec le groupement Técnicas Reunidas Samsung Engineering. لقد أبرمنا عقد مع مجمع سامسونج إنجينيرينج وتكنيكاس ريونيداس لإنشاء مصفاة جديدة بحاسم سعود. أتقدم لرؤساء المؤسستين السيد لادو والسيد شوي ومرافقيهم بكل التهاني، وإني على ثقة من أن فرقهم ستنجز هذا المشروع وفقاً للقواعد المطابقة للمعايير. هذه المصفاة الجديدة التي تندرج في إطار برنامجنا التنموي المتوسط المدى ستدخل حيز الإنتاج في السداس الثاني من سنة 2024، حيث ستساهم هذه المصفاة في رفع قدرتنا التكريرية وتغطية حاجية السوق الوطنية من الوقود. أنا سعيد لتوقيع هذا العقد، قدت بنجاح مشروعا بسكيكدا. أكرر، سوف أقود مشروع حاسم سعود مع شريكنا الإسباني، وأنا سأقوم بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد. أشكركم على ثقتكم، شكرا لشراكتكم. نحن ملتزمون بالعمل في محطة التكرير مع مجمع سوناتراك وبالأخص مع الجزائر. نحن هنا لنبقى ولنعمل معا، لقد فعلنا ذلك من قبل ونجحنا.